عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا وفيديو جديد ومنورنا دايما يا رب. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيو عن بعض المنتجات اللي أنا جربتها وأقول لكم رأيي فيها، وإن شاء الله هوفر لكم بإذن الله المكان اللي أنا اشتريتها منه، يعني هعرفكم بالظبط أنا اشتريتها منين لو أنتوا حابين طبعا تطلبوا، وبقول لكم رأيي بكل صراحة فعلا في المنتجات، وهو مش إعلان مدفوع ولا أي حاجة. أول حاجة في كريم أنا اتكلمت عليه في فيديو منفصل نزلته على القناة امبارح، فان شاء الله هنزل لكم رابط الفيديو بتاع الكريم عشان اتكلمت عنه باستفاضه. هو كريم اسمه دكتور ميركل، مجموعه دكتور ميركل، بتستخدم لعلاج تساقط الشعر. طبعا اتكلمت عنه وشرحت عنه كل حاجه في الفيديو، ان شاء الله يا ريت تشوفوه وتقولوا لي رايكم. دي اول حاجه جربتها من المنتجات حبيت انصحكم بيها، لان هو كريم فعال جدا وحلو جدا بصراحه للناس اللي بتعاني من تساقط الشعر. بعد كده المنتجات اللي بعد كده هندخلها هي ثلاث منتجات او يعتبر ثلاث انواع، يعني من انواع البرفيوم احنا جربناهم برضو من نفس الجروب، ان شاء الله هحط لكم رابط الجروب وصفحه الانستغرام بتاعتهم. هي البرفيوم دي هي متوفره داخل السعوديه، يعني انا مش متاكده اذا كانت متوفره بره يعني في مصر موجوده ولا لا، بس هي متوفره في السعوديه من شركه اسمها شركه جيني. هي الفكرة بتاعت الشركة انها بتوفر بيرفيوم اللي هي البراندات العالمية اللي احنا عارفينها اللي بتبقى اسعار شوية غالية، هي بتوفرها في ميني سايز بس بنفس التركيز وفي نفس الوقت بنفس الفعالية. يعني انا عن تجربة البيرفيوم قوية جدا، ممكن رشة او رشتين تلاقي البيرفيوم ثابتة معاكي فترة طويلة، تقعد لو هي انت رشاها على اللبس بتفضل قاعدة فعلا بيومين والثلاث ايام والريحة فعلا موجودة، يعني عن تجربة فعلا حلوة جدا. انا بالنسبه لي جربت كام نوع من البرفيوم، اشهرهم اللي هو اللاكوست اللي هو الرجالي، وفي البرفيوم الثاني اللي هو اليوفوريا طبعا كلنا عارفينه. حبيت في البدايه ان انا اجرب كده واشوف فعلا فعاليه البرفيوم دي فعلا تستاهل ولا لا، اسعارها حلوه جدا بالنسبه للثبات بتاعها. هي شكلها بتبقى في عبوه يعني يمكن مش كبيره قوي، يعني حاجه 20 مللي 25 مللي تقريبا، وفي انواع بتبقى اكتر شويه، بس التركيز بتاعها حلو جدا. ياريت يعني لو انتوا حابين طبعا تجربوا بيرفيوم من البيرفيوم اللي احنا مش هنقدر نجيبها، ممكن تكون غالية شوية وخايفين ان احنا نخاطر نجيبها في الاخر نبقى دفعنا فلوس كتير في بيرفيوم مش حلوة ما تستاهلش، فممكن نجرب منها الميني سايز زي ما احنا بنقول كده نشوفها فعلا لو تستاهل، ساعتها ممكن نجيب بقى السايز الكبير وندفع براحتنا. دي بالنسبة للبيرفيوم. في بعد كده المنتجات الباقيه، يعني يمكن البرفيوم دي هي المتوفره واللي انا جبتها داخل السعوديه من الجروب اللي بقول لكم عليه، لكن بقيه المنتجات متوفره في جميع الدول، يعني موجوده في مصر وجميع الدول، نفس المنتجات دي متوفره وفي جروبات كتير جدا، ويمكن ممكن تشتروها اونلاين على سوق او نون. اتكلمنا في اول منتج وقلنا متوفر سواء في السعوديه او في مصر اللي هو كريم دكتور ميركل لتساقط الشعر. في بعد كده بعض المنتجات اللي انا جربتها وفعلا حلوه جدا عن تجربه، من ضمنهم اللي هو الليب بالم اللي هو بالالوفيرا، هو ده ليب بالم كوري بالالوفيرا، هو فكرته نفسها هو بيبقى لونه اخضر كده بس لما بنحطه على الشفايف بيقلب بلون بينك شويه، فممكن يستخدم كتنت ممكن للشفايف وفي نفس الوقت مرطب، وممكن كمان يتحط في الخدود كتنت كده بيدي لون ناتشرال كده طبيعي قوي للخدود، يعني لون وردي كده خفيف، ومن اقل كميه منه بصراحه بيدي لون حلو جدا، بيدي لون حلو جدا على الايد اهو، يعني انا جربته على ايدي اهو عشان اوريكم، لكن هو فعلا على الشفايف كمان بيفرق كتير، يعني مجرد ما بس حطيتي كميه صغيره خلاص انت مش محتاجه تحطي وبيفضل ثابت فتره طويله، حتى ممكن تغسلي بقك او كده بس بتلاقي اللون بتاعه لسه مستمر معاكي. ده بالنسبة للليب بالم اللي هو بالالوفيرا، في منه اشكال كتير، هو ده النوع اللي انا جربته اللي هو 92% ليب بالم، في منه انواع تانية 99%، وفي منه الوان، يعني ده اللي هو العبوة نفسها لونها اخضر، في ساعات العبوة بتبقى لونها اورنج، يعني هما نازلين بصراحة منه اشكال كتير، بس كلها تعتبر نفس الفكرة انها تبقى تنت وفي نفس الوقت مرطبة للشفايف وبتثبت فترة طويلة. طيب السحر بقى اللي انا استخدمته فعلا وبنصحكم فيه جدا، وممكن لما تستخدموه تحتاجوش ان انتوا تروحوا تعملوا جلسات تنظيف بشره مع الاستمرار، هو كانك عملتي تنظيف بشره عميق في البيت. هو ايه؟ هو الماسك ده اللي هو اسمه باكنج باودر، هي العبوه صغيره كده بس هي جباره، تستخدم من 3 ل 4 مرات،
بتاخدي كميه صغيره جدا على ايديكي، وبعد كده بتبلي البشره، وبعد كده بتدلكي البشره نفسها من 3 ل 4 دقائق. التدليك طبعا ومساج خفيف خالص على البشره، بتعمل بقى ايه، بتنظف جدا، بتشيل اي حاجه من الاعماق، يعني زي ما احنا بنقول يعني تنظيف عميق جدا، بتساعد ان تقلل ان المسام، تبقى المسام الواسعه بتقللها خالص. تدي يعني مجرد ما انت بتعمليه بتشطفي وشك بميه فتره، بتلاقي وشك منور فعلا، منور يعني كانك عملتي يجي 3 4 مسكات، لان هو بيشتغل ان هو الباكينج باودر، ان هو بيعمل زي عمليه تقشير لطيف للبشره من غير ما بيسبب اي جفاف. بس طبعا بعد اي ماسك عامه احنا بيفضل ان احنا نرطب بشرتنا كويس، بس هو فعلا مش من النوع اللي هو بينشف البشره قوي. هو تركيز حتى الباكينج باودر جواه في حدود 40%، ومعاه برضو نسمه من المنتول، فانتوا بتحسوا ان البشره منتعشه كده، فيها زي نعناع وزي ريحه ليمون شويه. مجرد ما بتقعدوا تدلكوا بسيط كده، بالذات على منطقه التي زون دي اللي هي الانف نفسها والجزء من الجبهه، وتدلكوا كويس، هتلاقوا بقى رؤوس السودا طلعت، لو في حبوب شويه بيقلل من الحبوب طبعا، بس لو في حبوب اكتف شويه نشطه بلاش نعمل قوي او نفرك فيها، عشان ايه ما ننقلش العدوى نفسها في مكان تاني. لكن هو من الماسكات بصراحه الجباره الحلوه جدا، لو استخدمتيها من مره لمرتين في الاسبوع فعلا مش هتحتاجي ان انت تعملي اي سكراب تاني لبشرتك، ولا هتحتاجي حتى ان انت تعملي حمام بخار وتروحي بقى مثلا مركز تجميل ان انت تعملي جلسات تنظيف بشره. حلو جدا، واسعاره كمان يعني في المتناول، خصوصا ان العبوه صغيره، تبان صغيره بس بتستخدم 3 4 مرات. نيجي لاخر منتج انا جربته، هو ده اللي هو الماسك شيت. ده عباره عن كبسولات صغيره كده، بتتباع ممكن بعض الجروبات بتوفرها او الاماكن بتوفرها بالوحده، او ممكن تشتري كيس يبقى جواه عدد معين من الكبسولات. طبعا ده سحر شويه، احنا بنشوفه صغير كده، بس ده مجرد ما بيتحط في اي سائل بيبدا يكبر، يعني ينفش شويه لحد ما يدينا الشكل نفسه اللي احنا هنحطه على بشرتنا. وانا هوريكم تجربه عمليه ليه دلوقتي عشان تشوفوا قد ايه هو صغير كده بس جبار جدا. ده فكرته ان احنا بدل ما احنا بنجيب ماسك جاهز من بره اللي هو بخلاصه مثلا الزبادي، بخلاصه الخيار، الحاجات اللي هي بتبقى مرطبه، احنا نقدر نعمل اي ماسك احنا عايزين نعمله في البيت، وبعد كده بس طبعا لازم يكون شويه سائل، ما يبقاش حاجه جامده قوي، عشان هو محتاج ان هو يتنقع في السائل ده نفسه عشان يقدر ينفش ويتشرب كل السائل نفسه، وبعد كده نبدا نفرده على بشرتنا. فنقدر نعمل اي ماسك طبيعي في البيت احنا حابين نعمله نستفيد بيه، بدل ما نفرده بفرشه على البشره وينشف بسرعه، لا احنا بنحط الماسك نفسه، الكبسوله دي، في السائل نفسه او في الماسك اللي احنا محضرينه ده، وبعد كده نبدا نفرده على بشرتنا، بحيث ان هي بشرتنا تقعد اكتر وقت ممكن مع الماسك ده، فتستفيد منه جدا، ما نفقدش الماسك بسرعه جدا وفوائده. انا هوريكم تجربه عمليه دلوقتي ازاي، بس هعمله بطريقه سريعه يعني بميه ورد بس عشان تشوفوا هو فكرته ازاي بيكبر، فخليكم معايا. دلوقتي انا جبت طبق فاضي، ودي شكل الكبسوله بعد ما فكناها من الكيس بتاعها، هنبدا نحطها في الطبق، وهبدا اضيف اي ماسك بقى احنا عايزين نستخدمه على البشره. انا بالنسبه لي هحط النهارده، هعمل تجربه قدامكم بميه الورد، فهبدا اضيف ميه الورد تدريجي. ملاحظين اول ما حطيت الميه حصل ايه؟ هبدا ازود شويه كمان بس عشان هو هيمتص السائل اللي احنا بنحطه. لو لاحظتوا بيبدا يفك كده من بعضه، طبعا نخليه يبدا يمتص بس السائل نفسه كويس قبل ما نبدا نفكه، وهنبدا نمسك الماسك كده. لو ملاحظين يتحول لنفس شكل الماسك اللي احنا بنجيبه جاهز من بره، بس الفرق ان احنا بنعمل حاجه في البيت، اي ماسك احنا حابينه في البيت، وبعد كده بنبدا نستفيد بيه بدل ما نحطه يعني نحطه مباشره على البشره. طبعا اهو شكله
نبدأ بقى نفرده على بشرتنا ونسيبه الوقت اللي احنا عاوزينه، وبعد كده البشرة تمتصه كويس، وبعد كده خلاص. ده كان اخر منتج وانا حبيت اجربه معاك وعملي كمان عشان تشوفوا الفكرة بتاعته. فكرته حلوة جدا وسعره مش غالي، سعره كويس ومتوفر في معظم الجروبات سواء في جميع الدول العربية، في مصر او في السعودية او في اكتر من مكان. اخر حاجة انا بحب انصحكم بصراحة ان شاء الله بالجروب اللي انا جبت منه المنتجات دي. هسيب لكم رابط الجروب بتاعها على الفيسبوك ورابط صفحة الانستجرام الخاصة بيها. منتجاتها اصلية كلها مضمونة جدا عن تجربة، وفي نفس الوقت المنتجات فعاليتها حلوة جدا والاسعار معقولة، وبتوفر لكم شحن لجميع المدن لو داخل السعودية، جميع المدن بتوصل لحد البيت. فانا ان شاء الله هحط لكم الرابط في اول تعليق مثبت، وفي نفس الوقت كمان هحطه لكم في صندوق الوصف اللي هو بتدوسوا السهم اللي تحت اسم الفيديو بتلاقوا على طول اي معلومات احنا بنبقى حابين نقولها لكم بنكتبها لكم في صندوق الوصف اللي تحت اسم الفيديو. اخر حاجه لو عجبكم الريفيو النهارده ده بتاعنا يا ريت تحطنا لايك، وما تنسوناش بقى بالشير والسبسكرايب، ولو الفيديو عجبك يا ريت شيريه مع اصحابك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.